السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناة شوية أم لينا. وصفة اليوم هي حلوة كتجي زوينة بزاف، ما كتطيبش في الفران، بلا دقيق بلا بيض، وفعلا يعني اللي تقع عندكم غادي يطلب المقادير، عن جد غزالة بزاف وبنينة. إذن إلا بغيتوا تعرفوا أكثر ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر، وما تنساوش لايك في أسفل الفيديو، وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما جديد، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو في المواقع الاجتماعية باش تعم الفائدة. إذن على بركة الله غادي نبقاو مع طريقة التحضير هاد الحلوى، وما عليكم غير تبعوها كما قلت لكم من الأول حتى الآخر. إذن هنا بسم الله على بركة الله، بالنسبة للمكون الأساسي لهاد الوصفة هو الحليب غبرة. إذن هنايا أنا غادي نعبرت بهاد الكاس، هذا نتوما تعبروا باي عباره عندكم، غير ديروا نفس القياس وتعبروا بنفس الكاس، يعني لو كنتوا غتعبروا بكاس اولا زلافه شدوا القياس عليها. اذا انا هنايا عندي 4 الكيسان بحال هكا ديال الحليب غبره. انا الحليب غبره كنستعمل هذا اكريمي، كناخذو من كارفور حيت كبير، و يعني الكميه كتقدمي لهذا الحلوى، يعني كيبقى لي كنستعملو في كيكات اخرين في الخبز، يعني في بزاف ديال الحوايج. عندي هنا 4 الكيسان، عندي هنا نص كاس ديال السكر، وزدت معاه 2 خناشيد الفانيلا، وحده اللي هنايا سكر فانيلا اللي يعني عندي شويه، يعني قاصح ماشي شويه ولكن قاصح بزاف، وهذا سكر فانيلا عادي باش تجيني من السما مزيان. عندي كاس ونص ديال الحليب بارد، نص كاس ديال الزبده، وبالنسبه للتزيين اختياري. انا هنايا اللوز دوزت واحد شويه في الفران وقسمته، هنا عندي البيستاش حتى هو شويه مهرمش، وشويه ديال الجنجلان حتى هو محمر. اذا بالنسبه للمقادير كما كتشوفوا بسيطه، ما فيهاش دقيق ما فيهاش البيض، ولكن كتجي فعلا روعه، ولا اكثر من روعه، يعني روعه كلمه قليله في حقها. ما غاديش نطول عليكم ونبداو في طريقه التحضير. اذا هنا اول حاجه كناخذوا الزبده كنديروها في مرميطه ولا في طنجره اللي غادي نصايبوا فيها هاد الحلوى، لانها كتصايب في طنجره، اولا الا كانت عندكم شي مقله كبيره وتكون غارقه تقدروا تستعملوها حتى هي. هنا مجرد ما كتذوب شويه الزبده كنضيفوا عليها الحليب غبره. هنا عندكم نص كاس ديال الزبده مع 4 الكيسان ديال الحليب غبره. بالنسبه للحليب غبره تقدروا تستعملوا اي نوع، شي مشكل يعني ماشي ضروري يكون نفس النوع اللي استعملت انا، تقدروا تستعملوا نيدو، تقدروا تستعملوا اي نوع عندكم. اذا هنايا غادي نخلط، مازال غادي تذوب هذيك الحليب صافي، وغادي نبقى كنحرك بحال هكا، غادي نخليه بحال غادي يتحمر هاد الحليب، هذا غادي نخليه يتحمر بحال ملي كنحمرو الدقيق ديال السلو. انا كنحاول غير باش يتلبس هذيك الحبيبات كاملين يلبسو بالزبده صافي. انا غادي نخليه هنايا، غادي ندير النار متوسطه وغادي نحركو مره حتى كيتحمر، نشمو ديك الريحه ديال بانه تكرمل، بدا كيتكرمل عاد، وغادي ندوزو باش ندوزو نديرو المكونات الاخرى. هنا كما تشوفوا هو بدا كيتبدل اللون ديالو، ولا كيميل للحموريه شويه بحال هكا صافي. انا غادي نزيد عليه السكر وسكر الفاني. انا السكر هنايا درت السكر البني، نتوما تقدروا ديروا غير السكر الابيض ماشي مشكل. غادي نحرك باش يتخلطوا مزيان. كما قلت لكم هو خصو النار تكون متوسطه وتقابلوه، يعني ما تخليوش فوق البوطه وتديروا حاجه اخرى، خص ضروري من التحرك، يعني بحال الدقيق العادي ملي كنحمروا فوق البوطه خصنا ضروري نقابلوه. كما شفتوا هو تبدل ليه اللون. دابا اسمو غادي ندير ليه، غادي نزيد
كمية ديال الحليب اللي عندي، كاس ونص ديال الحليب، بسم الله، وغادي نستمر في التحرك بحال هكا. كيطيب داك الحليب الغبره والحليب الاخر السائل، وكيذوبوا لنا هذوك الحبيبات ديال الحليب غبره مع السكر. هنا صافي انا طفيت عليها النار، كما شفتوا ما تحركتش من حداها نهائيا، يعني بقيت مع التحرك كنحرك فيها، ما درت حتى شي حاجه، يعني باقي شاده المعلقه وكنحرك ضروري من التحرك باش كتخلط مزيان وكيذوبوا هذوك الحبيبات ديال الحليب. صافي انا طفيت عليها النار، دابا غادي نوجد ليها المول اللي غادي نصايبوا فيها. انا هنا كما كتشوفوا خديت مول مربع بحال هذا الشكل هذا، نتوما تقدروا تاخذوا اي مول عندكم، وضروري من الورق الغذائي في الاسفل، اولا دهنوه مزيان بالزبده والدقيق. انا غادي نرش، واخا ندير غادي نرشو شويه بالزيت، هكذا باش ملي نحيدوها يسهل علينا الحال اننا نحيدوها بلا ما تهرس. صافي انا غادي نخليها هكا كما كتشوفوا، هي بدات كتجمد. غادي ندير الخليط هنايا، ندير حبه غنقاد هنا، ثم كما قلت لكم ديروا في المول اللي بغيتو. صافي انا غادي نزينو بهذا الشيء اللي عندي، يعني بيستاش واللوز. نتوما كما قلت لكم تقدروا تزينوا باللي بغيتو، يعني اما ديروا تقدروا ديروا حتى قوقو او لا كاوكاو، حنا الجهه الشرقيه كنقولوا له قوقو بحال ما هكا. غادي نزيد انايا اللوز، اللوز اللي هنا كما قلت لكم انا دوزته في الفران بقشورو بطبيعه الحال، مسحته دوزته في الفران تحمر، ومن بعد قطعته طريفات. غادي نحاول ندير في كاع البلايص هنايا. اذا هنايا من بعد كان كما قلت لكم نديرو في البلايص كاملين، نعمروها اما باللي بغيتو كيف ما ذكرت لكم، وغادي نحاولوا اننا نضغطوا على هذوك المكسرات اولا داك الجنجلان، نضغطوا عليهم بيدينا باش كيدخل في العجينه، وندخلوا هاد العجينه للثلاجه تقريبا واحد من بعد زوج سوايع، راه غادي تشد، لانه دابا نيت راه شاده راسها، يعني منين غادي تبداو كتضغطوا على دوك المكسرات داك اللوز وداك البيستاش غادي تلاحظوا بان العجينه بدات كتقسح معاكم، يعني زوج سوايع تكون كافيه اولا تخليوها ليله كامله في الثلاجه. انا هنايا غادي نخليها ليله كامله في الثلاجه حتى الغد ليه في الصباح عاد، وغادي نقطعها وغادي تشوفوا معايا يعني كيفاش غادي تكون. بصراحه كتجي فعلا زوينه بزاف، خصكم ضروري تجربوها، كتجي يعني واحد المذاق غزال غزال، يعني التقرميله ديال الحليب مع هاد اللوز وهاد الجنجلان اللي مكرمل كيعطيها واحد الذا يعني ولا اروع، يعني الصراحه كتجي غزاله. صافي كنكمل بحال هكا، ندخلها للثلاجه نغطيها، ندخلها للثلاجه ومن بعد غادي نتلاقاو في الطريقه التقطاع. اذا هنا كما شفتوا انا خليتها ليله كامله في الثلاجه، ودابا جبتها. هنا خص ضروري يكون عندكم واحد الموس اولا سكين يكون ماضي، كما شفتوا هنايا راه شدات راسها يعني قاصحه. كتحيدوها من هذاك المول وكتقطعوها، بغيتوا ترجعوها في المول باش تقدموها هكاك يعني مقطعه، ويعني وتجيكم يعني حتى في المنظر تجي زوينه. بغيتوا تقطعوها طريفات وتقدموها في التبصيل نتوما والذوق ديالكم، داكشي مهم.
على حساب كل واحد وشنو كيعجبو. انا غادي نقطعها وغادي باش نوريها لكم كيفاش كتجي من الداخل والحجم ديال المرسوات ولا ديال لي باغ، نتوما غادي تشوفوا على حساب الكبر اللي بغيتو. صافي انا غادي نكمل بحال هكا ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش غادي تجي بالنسبه للتقطع. صافي هنا كما شفتوا قطعتها وكنقدموها على هذا الشكل، هذا كتجي فعلا زوينه ومذاق رائع. يعني كما قلت لكم اللي كلا عندكم غادي يسولكم شنو فيها. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وما تنساوش لايك في اسفل الفيديو. نخليكم مع هذه الوصفه، نقول لكم بالصحه والراحه والى وصفه اخرى ان شاء الله. تهلاو فريوسكم، سلامه.